الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
الحمد لله لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عباد الله، انتهى شهر رمضان، شهر الخير والبركات والنفحات، شهر التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، تغيرنا في رمضان إلى الأفضل، تعلمنا منه الروح الإيمانية والتربية الإيمانية الطيبة. اللهم لك الحمد على رمضان، منه تعلمنا استثمار الوقت وانتهاز الفرص. الحمد لله على نعمة رمضان شهر القرآن، تعلمنا قراءة القرآن وبذل الجهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شهر الإحسان، في رمضان تعلمنا مراقبة الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا ليت هذا الشعور يمشي معنا بعد رمضان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الإحسان منهج حياة. شهر العطايا والصدقات، تعلمنا بفضل الله من رمضان أن نعطي ونفتح أكفنا إلى الفقراء والمساكين وأولي القربى. فهذا مما تعلمنا من رمضان، وهو شهر التغيير، ليس فقط أن تكون الصدقة والخير في رمضان، بل أن نتعلم من هذا ونمضي مع الصدقات والخيرات. شهر رمضان شهر الوحدة، فالمسلمون في أنحاء العالم يفطرون في آن واحد ويتسحرون في آن واحد. توحيد العقيدة ووحدة الأمة، تعلمنا من رمضان أن ندعو الله سبحانه وتعالى وحده، وكذلك أن نجتمع في الموائد، وكذلك نجتمع في الإفطار وصلاة التراويح. تعلمنا من رمضان أن العبادة تكون سهلاً لما تكون في جماعة، لذلك نصوم سوياً ونصلي التراويح والتهجد سوياً. فليت هذا يستمر معنا في بيوتنا وفي مدارسنا وفي أماكننا وفي مساجدنا. عباد الله، التغيير لابد أن يكون جذري. تعلمنا من رمضان المساواة، المساواة بين البشر، فكل جائع وكل عطشان وكل يقرأ القرآن، فهذه المساواة حتى تشعر ما يشعر غيرك. عباد الله، حري بنا أن يستمر هذا الخلق، هذه الأخلاق الطيبة، هذه العبادات أن تستمر معنا بعد رمضان. تعلمنا من رمضان الصبر، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والملذات والشهوات، والصبر على الجوع والعطش. وكذلك نتعلم من رمضان الصفح والإحسان والعفو، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا. حري بنا عباد الله، فاليوم يوم فرح وسرور، لكن الفرح لا بد أن يكون منضبطا بضوابط الشرعية. الحمد لله وراء ليال إلهي خير بضم أيون السيئي. الحمد لله على إتمام رمضان، رمضان أيام ورمضان شهر الخير والبركة. بشي ونك سنة بشي خير كأهد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إلهي سبحانه وتعالى قوم حالت إكسوينيهن كما بدلوا إلا أيام إسبدلان رمضان وان إسبدل لي أو خير بضبانا مقضي خير كائنو سي صعبه أو أن كسي جرنه أيا اللو بهاني إلهي وحو وحكا بدلا كو حالة ضوضعيه وحكا بدلا. نعم،
رمضان وحن كبر لي التربية الإيمانية، تربية إيمانك يا خيرك، وحن كبر لي رمضان وقتي إن أنا بخامنه، وحن أركي إن قفك السوء بدل علي وقتي، ويوح أجي هاي إن رمضان أمر ونافعه أو وقتي إن ويري هاي أيام المعدودات، ما كان سوى حن أركينا من صلاة كنا يكود علي من قرآن كلا ورلا بجر يسدح جر إنه لما يه من كود علي صدقات كي يا خيرك من تلقى هم من كود علي وقتي إنه قال يا هاي أيام ورنينا أو سيد رمضان ك وده ماضي أيوه وحوي عمري إننا وده ما نيا وحن كبرنا إن رمضان إن وقتي إن أن حوسامه رمضان وحن كبرنا ولا ليال إن إحسانك أن كده ذنه يوناقة يمراقبة الله الله سبحانه وتعالى إنه إيجايه مركانه كلي النهي وهي مركز سوميسي وحد كتكتي وحلال وعبتان يحاس قضو حلال يعنتو إنت وحد أغتقيسي إلهي سبحانه وتعالى باكو أركايه هذا هو الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وناجي حالك نولي الله سبحانه وتعالى سان عنتذر وغتقيني يوحيا بها مفتراتك وغتقيني أيال لوبا هيا يدبقين إنا وغتقنه وأنا قفنانا أركين إلهي درتي وغتقنه تا يا وحانو كبرنا إنا رمضان إحسانك إنو سيزعوه منهج الحياة إنو نغو نرشي الآن قطبقنه إلهي سبحانه وتعالى مركز طبق إنو أركايه تعلمنا وحن كبرنا رمضان المساواة تبكو إن السنابان ولا جاجي سنيهي ولا أمنيهي قفكي مسكينك أها يكي قنيك أها نبضى ضبع وحاول بير كوضا وقال لنيهي بير كوضا مقوينا تاو حكيني سائنا مدرعينه إن تبقي جلال لباتي سن في رمضان وحن كبرنا الصدقاء إن الصدقاء ضبحنه وقرابة كورهينه ومساكين تكورهينه ما أهكلية في رمضان بعد رمضان وأين نددلنا أدرسك كورهينا وصدقاتك بحنا وإنت بلا تسن وحسينا وهذا هو الشهر بشا وحوى الله سبحانه وتعالى وحربا إن أخلاق لنا أن بدلنه في رمضان وحان برنينا أخلاق لنا أن أحكم بدلنه هذا تهي قف شرارت بضن وعرب بضن رمضان كحوك بري إني صائم عليه وصومنه إلى اعتراضه وصومنه معنوه وحوي حديقات صومنتهي وحضر ذلك تريسا سيدا عليه بركات صومنه وذلك أوليه جلتي وصومنه دنبي أيضا أيام رمضان بعد رمضان إن اعتراض المسلم بأهي وحكان مدقل أيوه أدي كيغة يا عرب كيغة في رمضان أخلاق ذا أمبرين وحوي عفسك صبرك وناقة خيرك وناجي أن كنتك لصلاة التهجد يا صلاة التراويح يا خيرك إنه سيسع ذلوبها هي وعبادة رسيلة بالله إلى سنة كل الله سبحانه وتعالى رمضان القاسين قضالها أنقن دمي قادها كنقن وحسك بدل سخيرك يا وناجة أبقوها يشوف وحن أقنا إيمانته وما ننشي معها ولا بيان جمعوه لك هدي وكوها ليله أما عيد يجمعوه والله ما له فرحته عيد واتي رمضان والسنة كأه جمعها لو عيد أسبوع وي قفك هدو مرك عيد تكذو صلاة جمعها واسكدين كرا سنة وي لكن وحا واجب كأه بوهر إنو تكذو واجب كأه صح معها أخواشي لك قار وحي ليه بوهر كوا لغتي كرا وح صح معها بوهر كوا واجب إن لا تكذو لكن ما دام لو عيد أتمد وعيد يهرب تكذو صلاة دوهر كأيان تكنيسا والله أعلم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير وحير أنت ولا له لا أترجمينه وحاج الله إن أنا حوضا سبتان بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي في الله praise and blessings to be on our prophet and Allah سبحانه وتعالى may he be praised الحمد لله we praise Allah على إتمام رمضان that we have finished رمضان الحمد لله we are blessed and today those who have come here or anyone in the Muslim world who is praying Eid is blessed by Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has granted him Ramadan shahru as-siyam he has been fasting and praying and reading Quran fahadihi ni'mah that is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala does not change a situation in a nation in an ummah unless they change themselves We need to change to the best, a positive change. As we have changed in Ramadan,
we need to continue changing and doing righteous deeds and good deeds even after Ramadan. Ramadan, we have learned from Ramadan that Shahru, it was a month نتعلم منه الروح الإيمانية, that our spirits were high, our spiritual spirits were very high, and to that that we benefit, it should continue even after Ramadan. Ramadan, we learn that we should, we learn from Ramadan time management, إخوتي في الله. How can we maximize our time? You've been reading Quran, you've been trying your best, you've been doing all righteous deeds, knowing and counting every day and every night of Ramadan. That shows you that even your life, you need to count your days, you need to count your months, knowing that you're going to Allah subhanahu wa ta'ala. So time is precious, and your time should be in doing righteous deeds. Fi Ramadan, we learn al-ihsan. We learn doing the righteous deeds, knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is watching over you. That if you're not seeing Allah, Allah is seeing you. Na'am, you had everything in the fridge. You have everything, and you couldn't eat, you couldn't drink, you couldn't do anything because you knew that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. As you knew that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, even after Ramadan, you have to learn that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. That will lead you to abstain from all evil, to abstain from bad deeds. هذه مراقبة الله, knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is watching over you. In Ramadan, we have learned in Ramadan giving out sadaqat to our neighbors, to the needy, to the poor, fi aqriba, to the those in kin. Let it be continuous and not only in Ramadan. Even after Ramadan, go on and give out sadaqat, share with others. In Ramadan, we have known that we are equal as those who are poor, are hungry. We were also hungry. We understand what they go through. We understand the troubles they go through, and that led that we were at the same, on the same page in Ramadan. In Ramadan, ikhwati fillah, we learn patience. We learn to change our character. Now, some of us are short-tempered, but in Ramadan, you will say that I'm fasting. The same way you were saying that I'm fasting, remember that you are Muslim, and you should continue to restrain your anger, to restrain your character. If you have a bad character, change it to be the best character. Change from Ramadan to a positive side. Change from Ramadan to understand who you are, understand your soul, understand your character. You've been understanding your soul and character in Ramadan. Continue understanding your character بعد Ramadan. Forgive those who are around you. Forgive your spouse. Forgive those who have wronged you. Remember Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Forgive and forgive for others. Don't you like? Don't you love Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you? Barakallahu fikum. Today is a day of happiness, is a day of khair. Let's help each other and strive for the best. In dunya and akhirah, we strive for all. Let's educate our children. Let's remember that the orphans and others should be all educated in this world where education is vital. And we change the nation through education. It's not quality education if the poor cannot access quality education. Let's try to educate others because we are ummah to iqra. We read, we are ummah for those who change lives, those who change the nation through education, through Al Quran, through the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And remember that today is a Friday, so we have two Eids today, Eid al-Fitr and the Eid of the week. So if you have prayed Eid today here, then Salatu al-Jum'ah is not obliged on you that you can pray Dhuhr. You have to pray Dhuhr. You cannot leave a Dhuhr, but you should pray if you have prayed Salatu al-Eid. So those who have prayed Salatu al-Eid today here, then Salatu al-Jum'ah is not obliged on them. Jazakum Allahu khairan. Eidukum Mubarak is a day of happiness, a day of visiting those who are around you, your loved ones. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us success. And don't forget to fast the 6 days of Shawwal. Barakallahu fikum. Aqulu ma tasma'un hada wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.